السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلام متابعين الأفاضل من كل مكان، كيف حالكم يا سادة؟ نعم سجل دخول فخم معكم أخوكم دخان من قناة سموك يوتيوب. إذا أنت جديد يا أسطورة ولأول مرة تتابع فيها قناتنا، كل ما نتمناه منك فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك شعارا على كل ما هو جديد في قناتنا، والضغط على زر الإعجاب لتحفيزنا بنشر المزيد وإن شاء الله. نعم يا سادة الكرام، نعم يا أساطير الزمان، عدنا إليكم بفيديو خرافي خنفشاري دراماتيكي. ولكن يا حبيب الملايين، كل ما أتمناه منك أنك تشترك في القناة. إذا لسه مو مشترك في القناة، نريد نوصل للمئة ألف مشترك بأقرب وقت ممكن. عارف أني ألح عليكم من زمان، ولكن خلونا يا أساطير أن نوصل للمئة ألف، ما تبقى إلى القليل، واشترك وإن شاء الله نوصل للمئة ألف بإيدك أنت، وحط لايك منشان يرتفع الفيديو لأكثر عدد من الناس. موضوع الفيديو لهذا اليوم يا دخان، إيش موضوع الفيديو؟ موضوع الفيديو لهذا اليوم يا شباب، خلوك ثواني نتأكد من التصوير، ايوه عشان ما نتلون بعدين. المهم يا شباب، توقع انك قايم من النوم تشوف حساب في هذا الاشياء الادراماتيكية، وفي اسكنات من اغلى الاسكنات، في من الاسكنات 5000، وفي من الاسكنات خسرنا عليها 7000 2000 1000. فتخيل انت وقايم من النوم تحصل هذا الحساب كذا. انا والله مجرد اني تخيلت صراحة يعني رحت لعالم آخر. المهم زوجتي وحبيبتي جارينا نزلت سلاح جديد اللي هو الأمفور. خلونا بالأول ندخل جروب يا شباب ونضرب على الأمفور، وبعدين راح نفتح الصناديق ونشوف إيش راح ناخذ من هذه الصناديق دائم. المهم يا شباب، خلونا ندخل على لوك رويال ونشوف السلاح الجديد. طبعا سلاح خرافي خنفشاري، في دمج 2 مخزين 1 الدقة ناقص 1. طبعا في الأمفور يعني الدقة مو مهمة، لأنه هو بالأساس سلاح شوي فيه دقة. إيش راح نساوي؟ راح نضرب على السلاح 9 ضربات، 1 1 1 1 1. يلا يا زوجتي العزيزة، هي جارينا، إنني حبك قادم، إن حبيبك قادم ليأخذ هذا السلاح، فلا تقصري معه. يلا الضربة الثانية نشوف ايش راح يصير. اعطوني هذا السلاح بويا. طبعا يا شباب خلونا اقولكم، هذا اشوف تقريبا هذه لا صناديق ذهبية ولا انا ما اشوف. لا ما صناديق ذهبية، يعني اذا اعطونا صندوق ذهبي اكيد انه السلاح. ما يقعدوا يسووا الحاجات عجيبة غريبة ها، لانه ضارين يخلوا صناديق ذهبية وكذا لما تفتحهم يطلع لك قنبلة، والقنبلة في صندوق ذهبي. المهم يعني ماشي صندوق ذهبي إلا سلاح الأنفور. خلونا نخلص 9 ضربات، وبعدين راح نضرب 10 10 10، ولا راح ننوع 10 1 1 1 10 1 1 1. يلا الحين راح نضرب 10 لفات نشوف حظنا بهذا السلاح. إن شاء الله نحصل السلاح وما نخسر عليه بطايق كثير. كويس 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 كويس، حلو حلو حلو. يا خرابي، ما عطوني صندوق ذهبي، كيف عطوني هذا السلاح؟ يمكن مؤقت؟ لا يا أخي ما ممكن مؤقت. طيب ماشي صندوق ذهبي مؤقت، استغفر والله مؤقت، حاس إنه مؤقت، يعني ما بحلم لكن حاس إنه مؤقت. خلينا نشوف. أوب 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 أوب. مؤقت 200 200 مؤقت. يلا يا شباب خلونا، لا والله ما مؤقت، والله العظيم ما مؤقت. يا سلام، ايش الحظ الخرافي اللي اليوم بحبك يا زوجتي جارينا، انت جميلة جدا للغاية. المهم يا شباب، السلاح الثاني اللي كنت اريده في هذه الآلة كان هذا السلاح، لكن ما راح اخسر عليه ابدا. خلاص حصلنا الأنفور، هذا السلاح راح يجي مستقبلا، لانه الشيء اللي تريده وحصلته وتريد شيء ثاني يقولك ما راح تحصله. فخلاص الحمد لله حصلنا على هذا الأنفور، راح نجربه إن شاء الله في الجيم، بس مو الحين، راح أسوي لكم إن شاء الله فيديو خاص فيه. طيب أوكي، إيش راح نساوي الحين؟ خلونا نطلع ونشوف هذا السلاح العجيب الغريب الأنفور. طبعا أنفورات كثير معاي هذا الأنفور، معاي هذا الأنفور. خلونا نستعرض الأسلحة اللي معاي.
معاي انفور تقريبا مليون انفور، بس خلونا نفعل هذا الانفور مشان يصير كذا هيبة، وخلونا ناخذه في الساحة. المهم شوف الشوتجنات عشان الكل يشوف، شوتجن ذهبي، شوتجن ابيض، شوتجن ازرق، الشوتجن هذا شوتجن بحري، شوتجن السريع السريع، انت متخيل؟ اوكي اوكي اوكي، من غير الاسلحه المتواجده ان شاء الله. راح انا عملت عرض لحسابي، وان شاء الله راح اسوي استعراض لحسابي مره اخرى. المهم يا اسطوره الزمان، اشترك في القناه، عرفك لسه مو مشترك. طبعا الانفور عجيب غريب دراماتيكي. خلونا بالاول يا سادة الكرام نفتح الصناديق الضخمة، الصناديق الذهبية. بس بالأول خلونا نلتقط الصورة، وخلونا هنا نلتقط صورة، خلونا ننزل تحت نلتقط صورة، وخلونا نجي هنا ننزل شوي تحت نلتقط صورة. أوكي حلو. أول صندوق أقول لك صندوق مصاص الدماء. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله يعني تخيلوا ان انا جبت هذه الاسكنات وبعدني ما فتحتهم، يعني بعدني ما جربتهم، بعدني ما لبستهم، فقط عشان اخلص لكم فيديو يعجبكم. فبالله عليك بالله ما تحط لايك، الحرام حرام. يلا يا كريستيانو رونالدو، طبعا هذا مسمينه كريستيانو رونالدو لانه يبطل راسه وكذا ويشوت وما اعرف شو، يسوي حركات عجيبه غريبه. هذا طبعا يا شباب طلع لي مرتين ثلاث مرات طلع لي هذا الاسكن، واللي شايف الفيديو اكيد انه بيعرف. المهم خلونا نشوف، اعطونا 30 بطاقه، عندنا هذا الاسكن للبنت حلو، وعندي هذا الاسكن للشاب. والله شعور حلو لما تفتح اغلى الصناديق الموجوده. طبعا هذا راح يعطوني بطايق حمر من بداله، حلو، 40 بطاقة حمراء، وراح يعطوني 40 بطاقة حمراء، تقريبا 20 بطاقة حمراء، لا 40 بطاقة حمراء، لا هذا ما يعطوني 40، مستحيل يعطوني 40، أشوف، إيه مستحيل لأن ثلاثة أجزاء، عن كل جزء يعطوك 10. المهم خلونا ناخذ هذا الإسكن معاي، حلو، هذا الإسكن الخرافي للبنت، عجيب غريب. هذا اسكن الرجل الاخضر، خرافي دراماتيكي، يا سلام يا رب. هذا المعوق ابو شنبات، اسكن خرافي، يعني تخيل الاسكنات الموجوده في حساب الحين ايش قد راح. بس بالله عليك وصلوا هذا المقطع الفيديو اكثر عدد لايكات، وان شاء الله راح اسوي لكم استعراض لحسابي في اشياء عجيبه. صحيح ان الحساب ما قديم، ولكن انت متخيل انا هذا الحساب اشتري فيه كل شيء، يعني هذا الحساب الخرافي الدراماتيكي. في حساب ثاني العب فيه جلد درعمه ما اخذ فيه كل شيء، ولكن هذا الحساب يعني مدلعنا على الاخير. فوصل هذا المقطع اكثر عدد لايكات ان شاء الله راح استعرض لكم الحسابين، بس بالاول راح استعرض هذاك الحساب وبعدين راح استعرض هذا الحساب. المهم يا سلام شعور حلو، 30 لا 15، ليش 15؟ 40 لا 20، يعني هذه الاسكنات الرخيصة يعطونا عنها 20، اوكي ماشي مشكلة، 20 حلو، تقريبا هذا 15، ايوة تقريبا هذا 20، ايوة اكيد 20، ايوة وهذا 20 حلو، وهذا 20، لا هذا 3 صناديق حلو، هذا 20 حلو، والله صاروا معاي بطايق حمر كثير اعتقد، 20 والله لو يصير اتبرع بهذه الاسكنات اقسم بربي كنت عيت في المتابعين اللي يتابعوني، اسكنات عجيبة غريبة لان معاي انا ما احتاجهم. اخ لو يصير، اخ بس لو يصير اتبرع لهم، والله لا اتبرع فيهم. كويس يا سادة الكرام، خلونا نشوف اخر صندوق، شوف الاسكنات اللي معاي، اوه شوف اللستة، شوف خلونا ناخذ لقطة، الله اخذ لقطة، اشوف خلونا ناخذ لقطة، شيت والله كله نيو 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 نيو، لو ناخذ لقطة عشان تعرفوا اني انا ساير شو يسمونها. شوفوا يا شباب معاي 3 أحجار مشان الحاضنة، بس للأسف تخيلوا إيش اللي ما معاي، اللي ما معاي الحجر الأصفر، تخيلوا كل شيء معاي، كل شيء معاي يعني، بس باقي لي الأحجار الصفر، وما قادر أخسر جواهر عشان أخذ أحجار. اللي بيسألني أنت دخان مثلا تصرف لك 2000 جوهرة والناس تصرف 30 جوهرة، حبيبي هذه لك تعطيهم الشركة. طيب أنا ما حد يعطيني، أنا ما من ضمن شركة، ما من ضمن برنامج شراكة، أنا إنسان أدفع بمالي أشتري الشيء بفلوسي، ف
فأنا ما مجبور يا أخي أخسر على السكن 10,000 وأدفع من كيسي مشان أعيد الشركة، لا، الشيء اللي أخسر فيه خلاص أخسر فيه على شيء مقبول مني. إيه صحيح لو تعطيني الشركة لا أعيد فيهم تعييد، فالشيء أصرفه من جيبي أكيد لازم أقايس على عمري. أنا ما أخذ تبرعات من الشركة، وإن شاء الله مستقبلي يمكن نأخذ تبرعات من الشركة. المهم يا شباب خلونا نفتح، يعني ما حد يقارني بشخص يفتح صناديق ب30,000 ولا ب20,000 أو ب60,000، هذاك شركة تعطيه، أنا ما حدا يعطيه، الحمد لله رب العالمين على الله وعلى الراتب الشهري. المهم يا شباب خلونا نفتح صندوقين جميلين، طبعا راح نفتحهم بالترتيب عشان يعني يصير بالترتيب، ما حد يقول إن قدمت هذا وهذا، لا راح نفتحهم بالترتيب. راح نفتح 2 صندوق أكي أعطوني سكانر لأنه معاي دايم، MB40 معاي دايم، حلو هذا معاي كلهم تقريبا، حلو 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 هذا الاسكنات أو هذا الصور للشخصيات، حلو في معانا للكاراتيه، تخيلوا إن هذا أغلب الأشياء معاي، يعني حسابي اسطوري على فكرة. شوف نشوف ايش راح يعطونا. يخرب بيتك لو عطيتني الشوت جن دايم ايش بتخسر؟ ما راح تخسر. اوه اريد الام بي 40 بليز، يعني اخ ما اعطوني الام بي 40. حلو يا شباب، عندي فكرة شباب، عندي فكرة، تعرفوا ايش راح اسوي؟ راح افتح الصناديق اللي معاي الاسلحة وبعدين راح افتح الصناديق اللي ما معاي سكنات، كذا يكون الحظ اعتقد خرافي ولا؟ خلونا نكمل اخبركم، بس خلاص اسكت دخان ترك وايد سوي حاجات. المهم خلونا نشوف صناديق الاسكار. الاسكار معانا سكانر، حلو اوكي. لا يا حبيبي ما اعطيتوني شيء دايم ليش؟ المهم الانفور معنا دايم، الانفور معنا دايم، هذا اللبسه معنا، صورتين من شخصيه حياته وفاماس، يمكن يجينا دايم، قولوا يا رب يا رب العالمين، ماشي مشكله. ثلاثة أيام، الله ياخذك يا زوج تجارينا، ليش كذاك يعني ماشي دايم؟ هذا الانفور والله خاطري فيه، في حسابي خسرت عليه وما حصلته، وعلى فكرة أنا إذا حصلت هذا MB40 راح ألعب فيه. صحيح أن هذا MB40 يعيد التخزين، يعني ما بسرعة مثل شو يسمونه هذاك MB40 مال السنة الجديدة، وهذاك MB40 يتميز بمخزين أكبر، ولكن هذا يتميز بالبعد، يعني يضرب من البعد قوي، فأنت لما تضربه من قرب أكيد راح يكون قوي 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 قوي. ان شاء الله راح احصلوا على الدايم. خلونا نفتح، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب العالمين، خني والله احس قلبي يدق. يا سلم، والله انك يا زوجتي كفو كفو يا قارينة، كفو يا حبيبة قلبي، فديت روحك أنا والله، فديت روحك وفديت اللي ما يفداك، خلاص لا أريد لانشر، إذا بتعطوني لانشر بعد زين أعدل في حساب الحلو أكثر في أشياء. والله العظيم إنك كفو يا قارينة، شفتوا يا شباب ترى على فكرة يعني قارينة يا حبتني فصارت تاخذ الاشياء، شوفي هذا يطلع منه نار كذا، والنار وش يطلع ورا دخان، مظلات كلها دخان، زليقات كلها دخان، يعني هي مستعيره اسمي عشان كذاك تعمل لي اغراءات الدخان، يعني يحبني وكذا، فانا صراحه حبيتها لقارينة، فيا قارينة اعطيني اليوم بدايم عشان احبك اكثر، يلا يا قارينة حبيبه قلبي احبديت روحك انا والله. لا 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 بليز بليز قارينة لا تخلي الناس تضحك علينا، يخرب بيتك شلون حبيتك. حلو يا شباب، لا هذا ما اريدهم، اذا بتعطوني ماشي مشكلة لان عندي الشوتجن، اهم شيء الشوتجن معاي سريع، كويس كويس ما في اشياء عجيبة غريبة. خلونا نشوف الاشياء الثانية، خلونا نفتح الصناديق المتواجدة هنا. تعرفوا يا شباب ان انا غلطان، لو خليت كل الصناديق اللي ما معاي، يعني مثلا هذه الاسكنات اللي ما معاي اخليهم اخر شيء افتحهم، لان ما معقولة راح يمر كل شيء ما يعطوني شيء دايم،
لكن صراحة حلو إني حصلت على الـ MV40 هذا. المهم خلونا نشوف هذا الآكي راح يجينا أو ما راح يجينا. تقريبا ما راح يجينا لأني حاسنا. يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي، يلا يا قرونتي، قرونتي ليش زعلانة يا قرونتي؟ ليش ما تعطيني شيء دائم قرونتي؟ حلو أعطوني اليو ام بي البويا، لكن ما أريد أفعلك، عندي اليو ام بي الثاني فقط، أنت راح تكون شكليا. يا رب يجينا هذا، يا رب العالمين، يا رب العالمين إنه يجينا هذا الإكس، شو اسمه هذا نسيته والله، الإكس ام 8 أعتقد، الإكس ام 8، إيه الإكس ام 8 اسمه، إيش فيك دخان؟ يا رب العالمين يجيني، يا رب يا رب يا رب، واحد واحد والله، واحد واحد يا رب، 24 ساعة يا رب العالمين يا رب. افتح اخوي، افتح افتح الاثنين ورا بعض، افتح الاثنين ورا بعض اخوي، حظك يخرب بيت حظك. ترى قالت لي زوجتي قارينا لا تخلي حد يفتح، غار حد يمسني يلمسني. المهم خلونا نفتح هذا الصناديق، خلونا نفتح، لا هذا راح نخليه آخر شيء، خلونا نفتح صناديق الصور بالأول. أوه عطوني 800 مال يوسف، يعني يوسف راح يصير ماكس عندي، والله حلو. شوف الحظ، هذه الشخصية شخصية مشاغبة أحس. حلو راح نشوف إيش راح نحصل من صناديق الباندا. صناديق الباندا، صناديق الباندا ما حصلنا من وراهم شيء، لأن أصلاً بالباندا عندي من زمان. يا شباب أريد الحقيبة هذه، ادعوا بالله تن عليك تقول يا ربي حصل هدخان، بليز بينك وبين ربك أنك تكتب تدعي، يمكن يمكن دعائك مستجاب. أوكي يلا محمد أخوي قول يا رب تحصل على شنطة، دخان قول يا رب تحصل على شنطة، يا رب حصل على شنطة. انت يا حبيبي يا متابع حط لايك بالاول، لا تقول يا رب الا لما تكون حاط لايك، حطيت لايك اوكي قول يا رب تحصل على الشنطه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، واحد افتح 8 ولا واحد واحد، ايش تقترح علي؟ 8 احسن، لانه واحد واحد كله بيعطوك جولد، يعطوك هالاشياء، نفتح 8 ونبرد السالفه كلها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بغمض عيوني والله. لا 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 والله فكرت من هذه الشنطة، يا رب العالمين على 3، الله ياخذك يا قارين، ما شفت الخير من وراك والله، لا أطلق كذا شفت أسلوبك كذا المرة الثانية. المهم يا سادة الكرام، شفتوا الصناديق العجيبة الغريبة، شفتوا الأشياء الدراماتيكية، شفتوا أشياء خنفشارية. طبعا يا سادة الكرام اللي كان يقارني أنت ليش ما تصرف كثير جواهر، يا حبيبي خلينا أخبرك ميزة فيني أنا عشان تعرف من هو الدخان. الدخان يأخذ اسكنات بحسابين، يصرف على حسابين، عنده أسلحة دائمة بحسابين، فايرات باسات كل شهر بحسابين، عنده اسكنات عجيبة غريبة بحسابين، وشي من الاسكنات معه عمرتين، عنده حساب يلعب فيه للكلات وحساب ثاني يلعب فيه سكور. فأنت ما بتخيل إيش أنا إيش قد أصرف، فأنا ما أتخجل وأقول إني أنا أكثر واحد أصرف، أنا أقول إني أنا أول شخص يصرف على حسابين في كل مرة. المهم يا سادة الكرام، أتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم، أتمنى أني كنت خفيفة عليكم، أتمنى أنك ما تنسى تحط لايك وتشترك في القناة وتشارك هذا المقطع مع الأصدقاء في جروبات الواتساب، في جروبات الانستغرام، مع الأصدقاء، مع الأهل، في كل مكان. وإذا كان عندك أي انتقاد انتقدني بطريقة محترمة تحت في التعليقات، وأكون شاكر لك يا أسطورة الزمان. وكان محدثكم دخان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.